Hello everyone, and welcome to my channel, Next Level Arabic. My name is Iyas, and in today's video, I'll be talking about the city of Erbil. I've been living here since 2019, and I would love to share with you the beauty of this city, its rich history and culture. However, today's video will be all in Arabic, so you can consider it more as a fun Arabic lesson. Also, if you felt that I'm speaking a bit fast, you can use the YouTube tool to reduce the speed. And now you can pause to grab a cup of coffee or tea. And let's get started. أقليم كردستان موقعه شمالي شرق العراق وعاصمته مدينة أربيل اللي هي بنص الأقليم. شكل أربيل مثل دوائر حوالين المركز، وبالمركز فيه القلعة والسوق القديم. تاريخ مدينة أربيل كتير غني، في آثار لوجود الإنسان بترجع ل5000 سنة على الأقل. مر على المدينة حضارات وإمبراطوريات كتيرة مثل الآشوريين، الفرس، الإغريق، العرب والعثمانيين. بوسط المدينة، أو مثل ما بيسموها الناس هون الداون تاون، ممكن تشوفوا مكتبات لبيع الكتب ومحلات تياب وشوية قهاوي. وجنب القلعة رح تلاقوا ناس عم يبيعوا عملات معدنية وعملات ورقية قديمة. أسواق القلعة هي من المعالم التاريخية المهمة كمان. تاريخ بناء هالأسواق بيرجع ل6000 سنة. بالأسواق في منتجات محلية مثل الحلويات والألبسة التقليدية الكردية. كمان فينا نشوف في الأسواق أكلات وحلويات شعبية، وهون في عسل مصنوع محليا. كتير ناس بيجوا على أسواق القلعة ليشتروا غراض بيتهم. في أسواق القلعة في كمان كتير صناعات يدوية بتكون العيل عم تتوارثها من زمن طويل، يعني الأب بيورث هيدا العمل من الجد، والابن بيورث هيدا العمل من أبوه، وهيك. وهون فينكن تشوفوا أب وابنه عم يشتغلوا بمحلهم. من أهم هاي الصناعات هي صناعات الخشب والفخار. هاي الأسواق تم ترميمها بحيث تحافظ على الطابع القديم فيها، وبنفس الوقت تضل أماكن تجارية. كمان فينا نشوف محلات الزينة والهدايا اللي كلها مصنوعة محلياً. كتير حلو ومريح تفوت على هاي المحلات، وكتير ممتع تتفرج على الألوان والأشياء اللي جوا. الاسم الكردي للمدينة هو هولير، بينما اسمها العربي أربيل إجا من الآشورية. بالآشورية كان اسمها أربع إيلو، واللي هي كلمتين معناها أربع آلهة، لأنه كان في بالقلعة معبد وكان فيه أربع آلهة.
الكباب هو من أهم الأكلات الشعبية بكردستان وبالعراق، واللي هو عبارة عن لحمة مفرومة بتنحط على سيخ وبتنشوى على النار. كمان في نوع حلويات مميز بكردستان اسمه ملبن وموجود ببعض مناطق سوريا، وانتشر بالمنطقة لما كانوا العثمانيين هون. صناعة السجاد اليدوي هي من أكثر الحرف المميزة بأربيل، لدرجة أنه في متحف للنسيج جوا قلعة أربيل. عمر أقدم سجادة جوا المتحف 200 سنة. هيدا السجاد مصنوع من صوف الغنم وشعر الماعز. المميز بهالسجاد هو النقوش البسيطة والألوان الزاهية. وهون فاجأني سبايدر مان انه عم يبيع العاب للاطفال. طقس بالمدينة حار بالصيف وبارد للمعتدل بالشتاء. افضل فصل باربيل هو فصل الربيع، لأنه الحرارة بتكون معتدلة ولأنه الطبيعة برا المدينة بتكون كتير حلوة. واحد من أهم المعالم بالمدينة هو القلعة. قلعة أربيل هي واحدة من مواقع التراث العالمي بحسب تصنيف اليونسكو، واللي بترجع للألفية السادسة قبل الميلاد. قلعة أربيل هي من أقدم الأماكن بالعالم اللي كانت مسكونة بشكل متواصل. بأربيل في شارع للأكلات الشعبية، وهذا الشارع بيضل مزدحم بالليل. بالإضافة للمطاعم في كتير مقاهي بهيدا الشارع، فالناس بيجوا بالليل ليحضروا رياضة ويشربوا شاي اللي هو المشروب المفضل بأربيل. أنا اليوم حبيت جرب واحد من هاي المطاعم. هون ما في منيو، الأكل بيكون مطبوخ وجاهز، وأنت بس بتختار شو الأشياء اللي بدك إياها.
قريب من مركز المدينة في سوق الخضرة وأنا هلأ عم أمشي فيه. هون فينا نشوف كتير خضرة فواكه وأشياء كتيرة تانية مثل الزيتون بألوان مختلفة، مثل كمان فواكه محلية مثل العنب والليمون والرمان، أو فواكه مستوردة مثل جوز الهند والأناناس والمانجا. So this was our first video about Erbil. If you like the video, hit the like button and leave us a comment. And make sure to subscribe in order to see future videos. Now I'll leave you with some footage from the city. Salam.